وقى الله العراق وكل بلاد الإسلام هذه الحروب الطائفية. وبرجع بذكركم، من 20 سنة في البداية كنت أحذر منها، ليس كذلك؟ قسماً بالله من 20 سنة كنت أقول لكم يا إخواني للشيعة مذهبهم ولنا مذهبنا، ما لناش علاقة بيهم، مش هدفي أنا أسنن الشيعة. يا أخي هو حر، أنا وإحنا بنقول اليهود والنصراني والمجوسي والملحد حر في دينه، الله قال لكم دينكم ليه دين. طب الشيعي من باب أولى المسلم واحد حر يا أخي، وسيبني كمان أنا كسني حر أنا، سيب الجميع وما تلعبوش على إيه؟ على وتر الحرب الطائفية يا جماعة. قنابل كنت أقول في الهداية قبل 20 سنة كنت أقول لهم أنتم تزرعون قنابل موقوتة عما قليل ستتفجر فيكم، ستدمر عراقكم. ولا حدا فاهم، كلهم أفهم مني، أنت من أنت متحمس، أنت مش فاهم حاجة، كلكم فاهمين، أنا مش فاهم حاجة. ويلا فسر لي إيش اللي بيصير الآن، فسر. لا، وبدأني أرجع أقول مغفرة، توبة، توبة معرفية، توبة تحليلية تفسيرية، كنا غلطانين، انتبهوا، الحقوا، بادروا ببناء سدود تبادر هذا الطوفان اللعين. لا، لعبوا لعبة الاستقطاب الطائفي، أي ما دامها طائفية أنا أكبر طائفي، أنا سني وهابي مجنون، خلاص بدي أذبح الدنيا، وأنا شيعي كمان حصير مجنون زيك. شو هذا؟ يومين خسران، كلكم خسرانون، أنا قلت قبل كلكم خسرانون، كلكم. ولذلك أنا بقول كل يوم العالم العربي إذا أراد أن يرفع شعاراً واحداً ينقذه من هول ما هو فيه، عارف الشعار هذا؟ دعني وشأني، خليني في حالي، بس هذا شعارنا بصراحة، خليني في حالي، شايفني قرد ملحد زنديق، خليني في حالي يا سيدي. كيف أخليك؟ المنطق الداعشي ما بيخليك طبعاً. وعلى فكرة داعش مش شيء استثناء، لا 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 لا، داعش تجل لعين لفكر نخر هذه الأمة عبر عشرات السنين، فكر ضيق ملعون يحتكر الحقيقة، يرى أنه وكيل السماء الأوحد، جنسي، فتح لي جنسي وكالة للسماء. على فكرة الناس الآن بتسألوا ليش داعش بتعمل حركات فيها مناورات، حركات مدروسة صح؟ خلصت تقريبا إيه من الشمال، شمال الشرقي بالذات، ونزلت قال لك عايشة على بغداد، جاية على بغداد، راحت بغداد، انتهت بغداد 7 مليون، وش بتروح مليون داعش فيها؟ والله العظيم ما بيطلع واحد منهم، صح ولا؟ الناس حتدافع عن حياتها، عن عرضها، كم واحد انتم؟ 7 مليون هذولا. قربت على بغداد؟ لا لا، رجعت على الشمال. طبعا هي بتتحرك في نطاق طائفي، وين في سنه؟ وين في سنه؟ عشان تسهيل تقسيم العراق. قسم دويله للسنه. تحت في الجنوب دوله الشيعه. فوق في الشمال الشرقي جزء عشان دوله كردستان الحره الكبيره زي ما قلنا، على حساب 3 4 دول. وهكذا قسم مزق. نفس الشيء في سوريا، تحركوا لما قربوا من دمشق رجعوا في نطاق يستطيعون يتحركوا فيه، سني محض، سني بحت. في شيء، في شيء، في مخططات يا حبيبي، ما تقول لي ما في، في مخطط جهنمي قاعد، تسهيل تخطيط ايها الاخوه، تسهيل تحقيق وتنجيز هذه المخططات الرهيبه. فنرجع الى اولاف بن تبع هارتس، هذا قال اسرائيل بسياساتها الذكيه ستستوعب هذا التغيير الحتمي، تقسيم على العربي، قال هذا حتمي حتمي، من أجل أن تخرج في النهاية أقوى طبعاً وأوسع، تتوسع على حساب إيه؟ عالمنا العربي. وهذا إيه؟ يساري، هذا يساري في البداية، هذا في آخر مقال، آخر جملة في المقال، في أول مقاله إيش قال؟ قال عالم عربي أكثر تمزقاً دائماً في صالح إسرائيل. إيش رأيك؟ طبعاً لما يكون في عراق موحد وتجيني قيادة هيك عندها إيه؟ حلم اسمه إيه؟ تحرير فلسطين، مناهضة الصهيونية، مقاومة الاحتلال، هتعمل هيدك صداع كبير لإسرائيل. لا بدناش إياه، خلي العراق مش عراقيين، قالك العرب عربين، قال زي ما العرب يقولوا عملنا لا. شو عرب عربين؟ العرب حيصيروا 200 عرب يا حبيبي، العرب مش عربين، 200 عرب حنصير. وكذلك سوريا زي ما قلنا لكم إيه؟ المخطط الفرنسي القديم، حتى السنة مقسمينهم، قال دولة إيه؟ أليب، ودولة حلب، ودولة إيه؟ دمشق. ليش طيب؟ ما احنا سنة يا اخي، خلينا مع بعض. قال لك لا، وايش يقولوا في الخطه؟ قال لك دوله حلب ودوله دمشق ولا بد من اثاره نزاع دائم بين هذه الدولات. هذا هو الصح. اذا صدقون القضيه كمان مش كمان عشان النفط، يعني سيطره استراتيجيه في المدى البعيد عن النفط ومناع بالنفط، هذا موجود، لكن لا اكثر من هيك، اكثر من هيك، تصفيه حسابات مع الاسلام. لا بد ان يخنق هذا الاسلام. Attack the funding that they have, attack the ability to sell the oil. We've seen
attacks on that oil transfer taking place now yep. after Paris yep. that didn't take place right. before Paris, which is your original question. Right. Which so it this, would be doing now. So this is one of the collateral damage questions, right? So prior to Paris, there seemed to be a judgment, right? I don't sit in the sitting room anymore, but there seemed to have been a judgment that, look, we don't want to destroy these oil tankers because that's infrastructure that's going to be necessary to support the people when ISIS isn't there anymore. And it's going to create environmental damage. And we didn't go after oil wells, actually hitting oil wells that ISIS controls because we didn't want to do environmental damage mm-hmm. and we didn't want to destroy that infrastructure, right? So we hit oil on trucks. So now we're hitting oil on trucks, right? And maybe you get to the point where you say we have to also hit oil wells. So those are the kind of tough decisions you have to make. هذا هو الطريق الدولي الذي يربط بين معقلي تنظيم الدولة الإسلامية في مدينتي الموصل العراقية والرقة السورية مرورا بقضائي تل عفر وسنجار غربي محافظة نينوى، ويحرص مقاتل التنظيم على مواصلة سيطرتهم عليه لأهميته الاستراتيجية على الصعيدين الاقتصادي والعسكري. هذا طريق مهم جدا بالنسبة لتنظيم الدولة، فهو يربط بين مناطق نفوذه. قيادتنا تمنعنا من التعرض لهذا الطريق الذي تتحاشى طائرات التحالف أيضا ضربه، يقولون أنه مدني ولكننا لا نرى أي مدنيين فيه، بل هناك فقط المقاتلون وشاحنة النفط. وعلى الرغم من أهميته هذه وسيطرة قوات البيشمركة على المرتفعات المطلة عليه، فإنهم يكتفون بمتابعة سير أرتال الشاحنات التي تمر عليه ليلا ونهارا وهي تنقل النفط والبضائع، بل ومقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية على جانبي الحدود الدولية بين العراق وسوريا. نحن ممنوعون من تجاوز هذا الخط. قبل نحو شهرين تقدمنا ليلا باتجاه الطريق الدولي ووصلنا إليه بسهولة وقمنا بقطعه. في الصباح وصلتنا الأوامر من قيادة البشمركة بضرورة الانسحاب، وإلا سنتعرض للقصف من قبل طائرات التحالف. بصراحة كل شيء بيد أمريكا، فالأمر يبعث على التعجب. معظم مقاتلي قوات البيشمركة الذين تحدثنا إليهم قالوا إن هذا الوضع يثير عندهم الريبة، حتى إن بعضهم يعتقد أن الأمر قد لا يخلو من اتفاقيات سياسية لا تعير الوقائع العسكرية على الأرض أي أهمية، حتى لو كان الثمن أرواح من يقاتلون على الجانبين. على الرغم من أن طائرات التحالف لا تغيب عن هذه الأجواء، وقوات البيشمركة هي المطلة على هذا الطريق بكل عدتها وعددها، إلا أن تنظيم الدولة ما زال يعتمد على هذا الطريق في تمرير ما يريد. أنا أقول لك جذر هذه الخصومات كما أقول دائما ولن أتوانى عن هذا سياسي. متى يدرك المسلمون، متى يدرك أبناء هذه الأوطان أن لعبة الطائفية والله العظيم والله الذي لا إله إلا هو ليست لعبتهم هم. لعبة الطائفية ليست لعبة المقهورين، ليست لعبة المحكومين، ليست لعبتنا، لعبة القاهرين الحاكمين، سواء كانوا الاستعماريين أم الاستعباديين، الاستعباد الداخلي والاستعمار الخارجي. ألم يلعب الاستعمار لعبة الطائفية؟ بلى، لعبها أيضا كأحسن ما يكون اللعب بين العرب وبين البربر، أليس كذلك؟ وبين المذاهب والطوائف والأفراق. ونذكركم مرة ثانية بمصطلح إدوارد هيث، الأيدي النظيفة، قال لعبة الأيدي النظيفة 62 قال انتهى. بريطانيا تنسحب، لن تعود تتورط عسكريا في الشرق الإسلامي، عليها أن تلعب لعبة الأيدي النظيفة. ملخصها خلق إسلامات، انتبهوا اسمعوا، إسلامات عجيب يا أخي. هذا القرآن يعلمنا أن دين آدم هو دين محمد، وبالضرورة هو دين ما إيه؟ هو دين ما بين ذلك من الأنبياء والنبوات. فدين آدم هو دين إبراهيم وشيث ونوح، دين أبناء إبراهيم، دين أبناء يعقوب الأسباط، نعبد إلهك ونحن له مسلمون. الإسلام دين واحد، لكن بريطانيا العظمى أم الخبائث في عالم الاستعمار والاحتلال أرادته أن يكون ماذا؟ إسلامات. يقول إدوارد هيث إسلامات متصارعة تصفي الحسابات فيما بين بعضها البعض،
ونحن نقطف الثمار على المرتاح. ولا تزال هذه اللعبة الملعونة أيها الإخوة تذكى نيرانها ويشتد أوارها للأسف في العقود الأخيرة. وطبعاً هنا أعتب عاد، ومن حقي أن أعتب، لا أحد يستطيع أن يقفني على علماء الدين ومشائخ الدين. كيف عاد؟ الذين يلعبون هذه اللعبة. يوم استبشرت بغلق قنوات دينية، والله استبشرت بشرى عظيمة أقسم بالله، من أكثر ما أفرحني غلق هذه القنوات. كرهاً مني في الدين وأنا ابن هذا الدين؟ أبداً، وإنما كرهاً مني في الطائفية، كرهاً مني في اللعب باسم الدين، كرهاً مني في العبث بالأوطان باسم الدين، كرهاً مني في تسليط المسلم على المسيحي والمسيحي على المسلم باسم الدين، والشيعة على السني والسني على الشيعة باسم الدين. فلتغلق مرة وإلى الأبد. لا كانت هذه القنوات الملعونة. بدنا قناة دينية، بدنا دين بمعنى الدين، دين يكيف غرائزنا، نحن نتكيف معه، مش هو يتكيف مع غرائزنا. دين يهذبنا، دين نرتقي إلى مستواه ولا ننحط به إلى وهدتنا. إذا في قنوات مثل هيك أهلاً وسهلاً، الكل سيباركها، كل صادق اللهجة صالح النية سيباركها، بس مش قنوات تفرق، قنوات لعنة وكارثة يا إخواني. إذن لعبة الطائفية هي لعبة الاستعمار الخارجي والاستعباد الداخلي. هل تنسون كنيسة القديسين وكيف فجرتها وزارية الداخلية، وزارة الداخلية حبيب العدلي؟ طبعاً، لكي يفهم إخوتنا الأقباط المسيحيون أن المسلمين يفعلون هذا، المسلمون هم الذين فعلوا. أبداً، الداخلية فعلت هذا. فضيحة، فضيحة بجلاجل. اللعبة الطائفية، اللعبة الطائفية. لكن الفضيحة الأكبر من هذه الفضيحة، من سنوات ونحن نسمع مفكرين ومشايخ وقادة فكر إسلامي يخرجون على الفضائيات العربية الإسلامية يحرضون على الأقباط وعلى النصارى وعلى الشيعة. إذن هؤلاء شاءوا أم أبوا أذناب لحبيب العدلي وأمثال حبيب العدلي دون أن يدروا، ولعل بعضهم ممن يدري، أليس كذلك؟ ولعله موظف براتب. لعنة هذا الجهل والغباء المركب الذي عندنا، لعنة. لكن كما قلت لكم، تم تجريف عقلنا، نحن مجرفون. ما في قدرة. يشكل هروب مئات السجناء من سجن أبو غريب تطورا مهما وخطيرا يهدد أمن العراق والمنطقة، بل وقد يصل إلى كل دول العالم. الهجوم الأخير على سجن أبو غريب يمثل نقطة مهمة في عودة القاعدة المثيرة للقلق، كما أن نجاحها بتحرير عدد كبير من مقاتليها ذوي الخبرة سيخدم هذا الهدف أيضا. وإذا ما أخذنا بالاعتبار تاريخ القاعدة القاتم في العراق، فإن هذه الأحداث تمثل خبرا غير سار، ليس على صعيد العراق فحسب مع امتلاك القاعدة لطموحات إقليمية، بل وحتى عالمية إذا ما ملكت القوة الكافية. الإعلام تفهم آلية إدارة السجون. قسم من السجون بيد الأجهزة الأمنية بشكل كامل، بقية السجون إدارتها الأمنية بيد وزارة الداخلية، وإحنا شغلنا بيها خدمات ما إلنا علاقة، ما نتحمل مسؤوليتها الأمنية، خصوصا أبو التاجي وأبو غريب اللي حصل بيهم الحادث، ما تتحمل بي وزارة العدل شعرة من المسؤولية. الحادث صار كله عبارة عن خرق أمني إجا من الخارج واقتحم السجن بتواطؤ من داخل السجن، وهاي مؤامرة مدبرة مشتركة بها رؤوس كبار. يعني الأجهزة الأمنية اللي كانت مسؤولة عن إدارة الأمن في هذه السجن كانت منسحبة من الميدان بشكل كامل، وأعتقد في ترتيب معين أدى أنه يتم إخراج هؤلاء القتلة. والله العالم هل له علاقة بملف سوريا وترتيبات سوريا؟ وتعرفون كان هذا الحادث متزامن مع طلب إصدار قرار من الكونغرس الأمريكي لضرب سوريا. تقديري كان هاي عملية الهروب اللي حصلت من أبو غريب لها دور في الضغط على الكونغرس أن ما يصدر هيك قرار لصالح أوباما حتى يخول ضرب سوريا. بشار باعتبار أنه تعاظم دور تنظيم القاعدة في سوريا وكذا. هروب سجناء أبو غريب قد يؤثر أيضا على المشهد في سوريا. المتشددون هناك بدأوا بنشر فكرهم في سوريا مع ازدياد سيطرتهم على الأرض وانضمام المتشددين الذين فروا من سجن أبو غريب إلى القتال في سوريا، سيمنح تلك الجماعات زخما إضافيا ويثير تساؤلات حول قدرتهم على الانتشار والسيطرة في مرحلة ما بعد الأسد. لا تقول لي متعمد راح يصير،
راح تصير متعمدة مو هروب. هذا استنتاجي وتحليلي للقضية. طيب. وإلا لواء كامل يغيب عن الساحة وفوج شرط كامل يغيب عن مسك السجن شنو الشريط أظهر أيضا السيارات التابعة للقاعدة وهي تحمل لوحات تسجيل الأنبار. فضلينا هاي المسافة ما يقارب تقريبا كيلو كلنا نسحب فيها زحف زحف إلى ما وصلنا السياج. عبرنا السياج أكو ممر صغير. طبعا الممر فوعنا هيجي اللي إحنا على الشارع. الشارع أكو شرطة اتحادية قاعدين اثنين ما اضطرينا إحنا وين لا استرجع ما تقدر. إحنا عبرنا السياج شرطة اتحادية باعون علينا وإحنا باعوا على الشرطة. عرف شو؟ فهم ظلهم باعون علينا هيجي فإحنا قد من قدامهم وما يباعون علينا متربانين احنا كنا تراب وكنا هذا. فأشرنا السيارة وصعدنا وتوكلنا والأخوة ينتظرونا برا طبعا جابونا جزاهم الله خير. إلى شيخنا الفاضل أبي بكر البغدادي حفظه الله وإلى وزير حربي أبو سليمان ناصر لدين الله وإلى شيخنا أبي محمد العدناني الناطق الرسمي باسم دولة العراق الإسلامية سلام منا ومن مشايخنا ونهدي لكم سلام من صحراء الأنبار. واحدة من أكبر المعضلات على الوعي والتجاذب عليها هل أن هذه المنظمات السلفية هي صناعة CIA كما يتحدث البعض؟ هذه كلها صناعة أمريكا وهذه كلها عمل الأمريكا هم لا يشيلوا المسؤولية عنهم أو يعني أو, أن أو أنه لا هذا شيء موضوعي 100% الآخر كمان بيذهب إلى مذهب المتطرف لأنه لا هذا ما في تدخل أجهزة ولا دول هذا شيء موضوعي يلا هي دولة فأنا أنا أعطيت مثل لا بأس نعطي دقيقتين لهذا المثل للعالمي إنه البوليس الأمريكي بنيويورك عنده مسألة مع المافيا الإيطالية ما عم بيقدر يضبها ويسيطر عليها بس عنده ماكس بوكس هذا واحد أسود موجود بالسجن سبب وجوده إنه المافيا الإيطالية عملت له فخ وراحوا انحبس فطول ما هو بالسجن قاعد عم بقول بس اطلع أنا بدي أصطدم معهم بدي أقتلهم بدي أعملهم بدي أكله فبقوم الشرطي يستعملوه موضوعيا بخرجوا من السجن لحتى يصطدم هو مع التليان بقوم هو لحتى يقدر يعمل عصابه ويصدم مع التليان بده يسرق له شي 10 بنوكي بالاول فبقوم البوليس بصير عنده مشكله جديده لك يا عمي انا طلعتك لحتى انت بتصدم مع دول انت رحت عملت لي هالجرائم ما بقى فيه فلا ماكس بوكس هو عميل عند البوليس هو موضوع استخدم ولا هالمافيا الايطاليه هي عميله عند البوليس والبوليس قاعد بده يشتغل بالاثنين وقات بتفلت من ايده فهذا ما عمله الامريكي الامريكي والرجعي العربي انه خلينا نستفيد نعمل صراع مذهبي ونطلع لا بعدين تقولوا اكبر منا لا ما قادرين نسيطر هذا اللي عم بيصير فيه فقدوا السيطره اليوم ولا يكفي ان تقول هذا عميل وهذا جاسوس وهذا لانه في امور لها علاقه بالعصابات لها علاقه بكذا يعني عفوا من التشبيه ولكن الجهاديتين السنيه والشيعيه بنظر الامريكي هي عصابتين بده يقضي عليهم هو اصلا عنده يوم وهن اذا ما عرفوا كيف يتصرفوا حيكونوا مثل ماكس بوكس والدليل انه اليوم يعني حركات المقاومه على لائحات الارهاب والحركات الجهاديه المتطرفه ايضا على لوائح الارهاب الامريكيه تعرفون الان المعركه بعض الناس يظن ان المعركه بخطوه وخطوتين وستحسم وانا على منبر رسول الله اقسم لكم انها لن تحسم ما دمنا نصدر ونفرغ عن المنطق نفسه والله العظيم لن تحسم يظنون نحن الإسلاميين أحق بالحكم أحق بالكرسي طبعا بين مزدوجين هذا ليس معناه بالمرة أن من هم في الحكم أحسن وأفضل وأعدل أبدا أبدا أنا لا أقول هذا لكن أقول الطريقة التي يتوسلها الإسلاميون والمنطق الذي يفرغون عنه بحيث أيها الإخوة استسهلوا الدماء واستسهلوا العنف والدعوة إلى العنف والدعوة إلى التكفير والدعوة إلى التفجير وسائل من أجل مغانمة السلطة مغانمة الكراسي ليصلحوا العالم ليصلحوا الناس عجيب بالوسائل هذه واضح أنهم سيصلحون كثيرا ما شاء الله من يؤمن بهذه الوسائل الآن واضح أنه سيصلح كثيرا منطق لا يجوز على إنسان له ذهن متماسك ذهن محترم تعرفون لماذا لن تنحسم الحرب في خطوة أو خطوتين أو بخطوة أو خطوتين؟ أنا سأتيكم بالجواب من هنري كيسنجر وليس إيه من شيخ من الشيوخ من عراب السياسة الخارجية الأمريكية الرجل في أحدث مقولاته يقول فيما مضى يتحدث عن الشرق الأوسط عن بلاد العرب والمسلمين كانت هناك حروب وفيها رابح وخاسر فيها رابح وخاسر ما نريده الآن واليوم نريد حروبا كل من فيها خاسر ويعلم الله أن هذا هو الذي يقع كلنا خاسر
وكل من يخوض هذه الحروب خاسر. لكن لم أجب، هذا ليس واضحا لبعض الناس. لماذا؟ لن تحسم بخطوة أو خطوتين، بكرة أو كرتين. تعلمون لماذا؟ لو، وهذا مستحيل، لو افترضنا وتخيلنا عابثين على طريقتنا العبثية وعلى طريقتنا العمياء كما قلت لكم التي تفشل دائما أن تلاحظ الوقائع. اليوم تقسم بسيط جدا وسهل أيها الإخوة يمكن أن يصدمنا بحقيقة، حقيقة واقعية، أن عوالم المسلمين اليوم سواء في مصر أو غير مصر لم تعد وقفا على الإسلاميين. لدينا ملايين من الليبراليين والاشتراكيين اليساريين وحتى الملاحدة واللادينيين والمسلمين الذين يخالفوننا في كل هذا الهم الإسلامي أو الإسلاموي، وهؤلاء بالملايين، فضلا عن غير المسلمين شركاء الوطن من المسيحيين وغير المسيحيين يعيشون في بلادهم. هذه بلادهم تاريخيا، بلادهم، وليس لهم بلاد سواها. إذا لاحظت هذا ستفهم حجم المصيبة التي نحن موغلون فيها ومتورطون فيها حتى الأذقان إلى النواصي من بعد الأذقان. لو افترضنا تخيلا، وهذا تخيل مريض ومجرم، هذا خيال مجرم، أن هؤلاء جميعا نحوا عن طريقنا، لم يعد في بلادنا، على الطريقة الداعشية، لم يعد في بلادنا مسيحيون ولا أزيديون ولا طبعا ليبرالي وعلماني، فضلا عن إيه؟ ملحد منكر نافي، كله صفي أو طرد أو هجر، انتهى كل شيء، أو اضطر أن يدخل الإسلام اضطرارا ليكون أحد المنافقين، أحد الطوابير الخامسة والسادسة والخمسين. لن تنتهي المسألة. قولوا لي لماذا؟ واضح جدا، أنا أذكركم بما هو فاقع ناصع أمامنا، ساطع أيها الإخوة، لأنه ليس هناك إسلام واحد، ليس هناك فريق إسلامي واحد. لديكم 50 إسلاما، 50 طريقة في فهم الإسلام، يأتي هذا ويفوز أو يتغلب، سيخرج له 1000 قرن يتهمه، أنا أقول لكم بالردة والمروق من الإسلام، يقول هذا الحكم الإسلامي ليس إسلاميا، هذا حكم مرتد كافر، وسيحملون السلاح على هذا الحكم، وسنغرق من جديد في حروب أهلية، وهكذا لن يحكم أحد حتى يخرج له من يصمه بأنه إيه؟ لا يحكم بالإسلام الحق والدين الحق. لأن قراءة هذا الذي يلقي بالتهم هكذا أيها الإخوة تختلف عن قراءة الذي اغتنم السلطة ووصل إلى سدة السلطة. هل تفهمون؟ هذه مصيبة الإسلاميين اليوم، مصيبة المسلمين اليوم، لضيق صدورهم، لعدم دورانهم وتقريرهم للغايات الكبرى العليا للدين، وهي التي أفلحت الإنسانية نسبيا في الوصول إليها أو إلى بعضها بعد قرون من الاحتراب الدامي والاقتتال المجنون أيها الإخوة. أتحدث بالذات عن سياق التاريخ الأوروبي، فهموا هذا في نهاية المطاف، فهموا هذا، لكن بعد قرون وبعد عشرات الملايين أيها الإخوة من القتلى، واضح أننا الآن نحن بعيدون جدا أن نفهم هذه الحقيقة، بعيدون. ولذلك يا إخواني لديك طمأنينة مخيفة، أنا أقول لكم طمأنينة مجرمة، طمأنينة كارثية عند هذه التشكيلات والحركات والتنظيمات والتجيشات الإسلامية، مهما كان التشكيل صغيرا وبسيطا عمره نصف يوم، عمره سنة أو سنتين أو ثلاثة، يرى نفسه أنه الحق وأنه الذي يمثل الإسلام بطريق المطابقة التامة وأن غيره لا يفعل، ولذلك من حقه أن يتوسل السلاح لكي يفرض منطقه ورؤيته. إلى أين يذهب العالم الإسلامي إذن؟ هنا كيسنجر يقول لك أي نريد هذه الحرب كل من فيها خاسر. أنا أقول لكم أحسن وسيلة، أحسن فهم، أحسن مدخل لتحقيق هذه الغاية اللعينة ما هو حاصل الآن بين كل هذه الأفراق الإسلامية، شيء مخيف ومرعب يا إخواني. لا تستطيع أن تطالب العوام ولا تطالب أنصاف وأعشار وكسور المتعلمين هؤلاء من المشايخ والملتحين، لا تستطيع، ولكن بعد التأميل في الله ولطفه لا إله إلا هو، اللهم لطفك الخفي والظاهر يا رب العالمين، يا لطيف ويا خبير، يا حنان يا منان، يا بديع السماوات والأرض،
بعد التعويل على رب العالمين وحده لا إله إلا هو، فقط تخاطب من له عقل ومن له فهم من رجالات الأمة، ظاهرين أم مستترين، لأن بعضهم مستتر ليس من رجال الإعلام والإعلاميات الفضائيات. وما شاء الله كم تضج، كم تضج هذه الفضائيات، لا أقول بكسور مثقفين، يا أخي شيء مخيف يا إخواني، كسور متعلمين، كسور مثقفين، وأضعاف مجرمين. الواحد فيهم يكتنز في شخصيته 10 مجرمين، 100 مجرم في إهاب واحد، يدعو إلى القتل، إلى النفي، إلى نفي الآخر، إقصاء الآخر، ذبح الآخر، شيء فظيع، مرة باسم الوطن ومرة باسم الدين، وهو في الحق أيها الأخوة يذبح الوطن ويذبح الدين كل يوم مع كل طلعة يطلع فيها على التلفزيون. شيء مرعب ومخيف أيضا، شيء مرعب ومخيف. كنا نظن أن بلاءنا في الإسلاميين وحدهم أو في بعض الإسلاميين، لا لا لا، بلاءنا أيضا في غير الإسلاميين وفي العلمانيين والليبراليين، من هؤلاء الإقصائيين، من هؤلاء الأصوليين أيها الإخوة، أصوليون أيضا، هم أصوليون لا يتمتعون بمقاربات ولا بعقلية نقدية، بل بعقلية دوغمائية لا تعطي أي هامش للتراجع والاستثناء والعياذ بالله. مصيبتنا كبيرة. إذن